جولة الرابعة لآخر الأخبار الميدانية السورية، أهلا بكم مشاهدينا، نبدأها بالعناوين. جيش الإسلام يعلن إسقاط طائرة حربية جديدة للنظام في القلمون وأسرى قائدها. ثوار الساحل يسيطرون على بلدة كنسبة في معركة غابت عنها الطائرات الروسية. سوريا الديمقراطية تتابع تقدمها جنوب منبج، وتنظيم الدولة يتمدد في ريف حمص الشرقي. أعلن جيش الإسلام إسقاط طائرة حربية جديدة للنظام في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بالإضافة لأسر قائدها الرائد نورس حسون، والذي سقط بمظلته في بلدة جيرود. وأكد مصدر عسكري في جيش الإسلام لأورينت نيوز أن الطائرة من طراز سوخوي 22 جرى إسقاطها بمضادات أرضية، وحدث هذا بعد أقل من أسبوع على إعلان جيش الإسلام إسقاط طائرة حربية للنظام من طراز ميج 29 بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، وذلك بعد ساعات فقط من إسقاط مروحية للنظام في الغوطة الشرقية بواسطة منظومة أوسا الصاروخية المضادة للطائرات. في دارية ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحية النظام على المدينة إلى 48 برميلا خلال الساعات الماضية. وتحدث المجلس المحلي لدارية عن استهداف أحياء المدينة بحاويتين شديدتي الانفجار، ما أدى لدمار كبير في المنازل. كما استهدفت قوات النظام الأحياء السكنية بثمانية صواريخ بعيدة المدى بالتزامن مع محاولة تقدم على الجهتين الجنوبية والغربية. من جهتهم أعلنت ثوار دارية أعلنوا إحباط محاولة تقدم للنظام على أطراف المدينة وتكبيده خسائر كبيرة، بينها تدمير دبابة وعربة شلكة، إضافة لمقتل وجرح عدد من عناصره. معنا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. محمد أهلا بك، نبدأ ربما من خبر إسقاط الطائرة الحربية للنظام في منطقة القلمون وأسر قائدها، ما المعلومات التي توفرت عن ذلك؟ محمد هل تسمعني؟ لست أدري إذا كان مراسلنا من ريف دمشق يسمعني ويصله الصوت جيدا. نعم راضي أسمع. محمد كنت سألتك عن خبر إسقاط الطائرة الحربية للنظام في منطقة القلمون وأسر قائدها، ما المعلومات التي وردتكم حول هذا الموضوع؟ بالفعل راضية، مع صباح هذا اليوم أعلن عن إسقاط طائرة في مدينة جيرود. طبعا أود فقط أن ألفت أن مدينة جيرود وهي تقع في القلمون الشرقي، وهي منطقة يعني هادئة نوعا ما، يعني لا تحدث فيها اشتباكات، ربما هي مهادنة هدنة غير معلنة مع بقية المناطق. سقطت الطائرة في وسط هذه المدينة، أعلن بعد قليل عن أسر الطيار وهو برتبة رائد من مدينة جبلة يدعى نورس حسن. طبعا الطائرة كانت متوجهة بحسب أحد المصادر التي تحدثنا إليها من جيش الإسلام باتجاه الغوطة الشرقية لتنفيذ عمليات وتنفيذ عدة غارات. طبعا الطائرة تحطمت بشكل كامل، الطيار يعني لم يصب بأي أذى وإنما وقع في يد عناصر جيش الإسلام. طبعا كما ورد في الخبر هي الطائرة الثالثة. حاولنا سؤال جيش الإسلام عن نوع السلاح الذي استخدم في إسقاط هذه الطائرة، طبعا رفضوا الحديث عن أي نوع من أنواع الأسلحة. طبعا نفس الموضوع تكرر في إسقاط الطائرة الماضية التي سقطت بالقرب من مطار التيفور، أيضا يعني لم يعلقوا كثيرا عن نوع السلاح التي تم استخدامه في إنزال تلك الطائرة. طبعا آخر المعلومات، هناك تواصلات من قوات النظام مع عناصر من جيش الإسلام يحاولون التفاوض
حول الطيار الذي لا زال حتى هذه اللحظة في حوزتهم، ولكن ليس هناك الكثير من التفصيلات حول يعني ما هي المفاوضات أو ما هي تفاصيلها، هل ستتم خلال الساعات القادمة أو أي تفاصيل يعني لا يمكن أن الحديث عنها إن لم يعني نحصل على أي شيء من جيش الإسلام. طيب بخصوص المعارك بين الثوار وتنظيم الدولة في منطقة القلمون، هل تخللها أي جديد؟ عمليا راضية يعني منطقة القلمون الشرقي سواء المناطق المحاذية لمنطقة الرحيبة أو حتى مناطق جرود القلمون هي يعني تشهد عادة اشتباكات متقطعة بين التنظيم وبين الفصائل المتواجدة سواء من جيش الإسلام أو حتى لواء الشهيد أحمد العبدو أو حتى بقية الفصائل، لكن لا يمكن أن نتحدث عن معارك بمعنى المعارك، معارك تحاول من خلالها يحاول من خلالها تنظيم الدولة التقدم أو أي شيء من ذلك القبيل، ولكن يعني هي معارك متقطعة وأحيانا تتوقف الجبهة مدة معينة يعني أكثر من شهر أو أكثر من أسبوعين، وهي معارك بالأصل باردة يعني إذا ما قرنت بالمناطق الأخرى. طبعا لو سمحت لي أن أنتقل إلى مناطق الأكثر سخونة في ريف دمشق وهي مدينة دارية والغوطة الشرقية. مدينة دارية الحملة العسكرية متواصلة عليها، أمس كانت حصيلة البراميل ما يزيد عن 58 برميلا متفجرا بالإضافة لعدد من الحاويات المتفجرة، بالإضافة إلى صواريخ الأرض أرض أكثر من 28 صاروخ أرض أرض، يعني فضلا عن العمليات العسكرية من الجهة الجنوبية وحتى من الجهة الغربية. حقيقة يعني تواصلنا مع المجلس المحلي، تواصلنا مع عدد من الناشطين داخل المدينة يتحدثون على أن قوات النظام تحاول إحراق المدينة عن بكرة أبيها. طبعا عندما نتحدث عن الحاويات المتفجرة، كل حاوية تزن ما يزيد عن 1000 كيلوغرام من المواد المتفجرة القادرة على تدمير مباني كاملة على الجبهات أو حتى على وسط المدينة. طبعا كل نداءات الاستغاثة حتى هذه اللحظة يعني لم تلقى آذانا صاغية، المدينة بشكل كامل يعني تحرق بالقذائف الصاروخية. الغوطة الشرقية أيضا معارك متواصلة في منطقة ميدعة، كانت حملة عسكرية متواصلة خلال ساعات الليل، حاولت قوات النظام التقدم، لم ترد أي معلومات عن تقدمات لقوات النظام. أيضا في منطقة البحارية أستطيع أن أقول أن قوات النظام لم توقف الحملة العسكرية منذ أكثر من أسبوعين بشكل متواصل. طبعا مناطق جسرين أيضا ومزارعها بالإضافة إلى مناطق المحمدية هي أيضا معارك متواصلة. يعني البعض يتحدث اليوم في مناطق ريف دمشق على أنه ربما في الأيام القادمة سوف يكون هناك عدم وجود غارات عنيفة يعني كما هي الأيام السابقة بعد سقوط 3 طائرات تابعة لقوات النظام في أقل من 5 أيام، والبعض يتحدث على أن ربما لدى جيش الإسلام منظومة صاروخية جديدة قادرة على إسقاط حتى الطيران الحربي الذي يحلق في سماء الغوطة الشرقية أو حتى المناطق الموجود فيها. شكرا جزيلا لك محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. قوات النظام ترتكب مجزرة شنيعة بحق المدنيين هنا في ريف دمشق تحديدا في منطقة أوتايا خلال استهدافها بصواريخ الأرض التي انطلقت من مطار مرج السلطان العسكري باتجاه مدينة أو بلدة أوتايا التي يقطن بها من أهالي المرج. هنا أكثر من 7 شهداء هم ضحايا الصاروخ أرض أرض الذي سقط على مباني المدنيين، أكثر من 7 شهداء سقطوا، وفرق الإنقاذ ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول إنقاذ ما تبقى من الشهداء وانتشالهم من تحت الإنقاذ. هنا معنا أبو صالح أحد فرق الدفاع المدني الذين توجهوا إلى مكان المستهدف لإنقاذ المدنيين وإخراجهم من تحت الإنقاذ. يعطيك العافية أبو صالح، شو الاستهداف اللي صار وشو عدد الشهداء اللي صاروا عنه؟ والله هون استهدفوا صاروخ أرض أرض، هون عندنا 4 شهداء كانوا هون أطفال، وهون عندنا يخبرنا صاحبيت أنه في 7 أشخاص تحت المبنى هذا كانوا، طلعنا منهم 5 لسه في 2 تحت الانقاذ عم ندور عليهم. العدد الاجمالي؟ هلا العدد الاجمالي 7 ب4 11 واحد تقريبا. الله يعافيك. اذا اكثر من 10 شهداء بمجزره شنيعه يرتكبها النظام السوري خلال قصفه بطائرات النظام والصواريخ الارض ارض. هنا عشرات الشهداء سقطوا في هذا المكان، وفرق الدفاع المدني ما زالت حتى هذه اللحظه تحاول انتشال المدنيين العالقين تحت الانقاذ. هذه من نشرة اورينت نيوز، غوطة دمشق منطقة أوتايا.
في اللاذقية أعلن الثوار في الريف الشمالي السيطرة على كامل بلدة كنسبة الاستراتيجية في جبل الأكراد بالإضافة لقرية وقلعة شلف. وقال مراسلنا إن الطيران الروسي غاب عن المعركة بشكل شبه تام، ولفت إلى هروب الجنود الروس المتواجدين في كنسبة أثناء اقتراب الاشتباكات من محيطها. هذا وأحرز الثوار تقدماً جديداً مع ساعات الصباح ضمن معركة اليرموك، وسيطروا على قرية وتلة الشيخ قبوع ما جعلهم على مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات من بلدة سلمى الاستراتيجية. بلدة كنسبة المحررة اليوم في ريف اللاذقية. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. لحظة اغتنام الدبابات من بلدة كنسبة المحررة اليوم في ريف اللاذقية. الله أكبر من داخل بلدة كنسبة، الله أكبر. إذن أعزائي المشاهدين، نحن الآن داخل بلدة كنسبة، الخط الدفاعي الأقوى لقوات النظام وميليشياته الشيعية المساندة له، قبل ما يقارب 3 ساعات من تاريخ إعداد هذه الجولة تمكن الثوار والمجاهدون من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة كنسبة الاستراتيجية في ريف اللاذقية. للحديث أكثر حول هذا التحرير واستعادة السيطرة على هذه البلدة ينضم إلي أبو منير الدبوس، القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية. أهلا وسهلا بك. حياك الله. أخ أبو منير، يعني هذه المعركة الأولى التي يشارك فيها جيش الفتح في الساحل السوري، يعني تحدثنا قليلا عن المناطق التي تقدم إليها جيش الفتح من خلال هذه المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الشهر، شهر رمضان، شهر الخير، شهر الكرامات. في العشر الأواخر من رمضان تم علينا الحمد لله رب العالمين بتحرير تلة الحدادي وتلة رشة وكنسبة وقلعة شلف وشير قبوع وكثير لسع من المناطق، إن شاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نحررها إن شاء الله. نعم، يعني أخ أبو منير، إن تحدثنا قليلا عن الأهمية الاستراتيجية لبلدة كنسبة. هي كنسبة هي رمز، يعني رمز الثورة، كنسبة وقلعة شلف وشلف. والنظام حاول يعني أكثر من سنة باقتحام جبل الأكراد أخذ هذه المناطق، ونحن الحمد لله رب العالمين ب5 أيام استرجعنا هذه المناطق. نعم، يعني أخ أبو منير، يعني هذه المعركة تجري بالتزامن مع معركة أخرى في جبل التركمان، هل توجد غرفة عمليات واحدة تجمع فصائل جيش الفتح مع فصائل الساحل؟ أخي، نحن بالنسبة لنا يعني كجيش فتح منسقين مع الأخوة في جبل التركمان، والعمل الحمد لله رب العالمين يعني متزامن. نعم، يعني يتساءل الجميع هنا، ماذا بعد كنسبة؟ والله إن شاء الله يعني بتحرير البلد من رجس النصيرية والروس والاحتلال الروسي مرتزغت يعني بشار وأغانو. أشكر أبو منير الدبوس، القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية. طبعا أعزائي المشاهدين، تمكن الثوار من خلال هذه المعركة من اغتنام 4 دبابات من طراز T-52 بالإضافة لرشاشين من عيار 23 ميلي. محمد الأشقر لأورينت نيوز، بلدة كنسبة المحررة، ريف اللاذقية. يبقى معنا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من ريف اللاذقية للمزيد من التفاصيل. محمد، أهلا بك. هل رشحت أي معلومات جديدة عن المعارك التي جرت في كنسبة، وما إذا أعقبتها أي ردود فعل بعد سيطرة الثوار عليها؟
نعم راضي، يعني ما زالت الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في جبل الأكراد، خصوصا في المحاور التي تلي محور كنسبة. بعد سيطرة الثوار على بلدة كنسبة بشكل كامل، الآن تجري الاشتباكات في قرية وادي باصور، وأيضا تجري اشتباكات أخرى في قرية عين الغزال، بعد أن تمكن الثوار من بسط سيطرتهم الكاملة على قرية شلف وقلعة شلف وجبل شلف أيضا، وعلى قرية عين القنطرة وعلى قرية أرض الوطى وعلى قرية الشير قبوع. اشتباكات إذن لا زالت مستمرة، يعني معارك كر وفر بين الثوار وقوات النظام مدعوما بالميليشيات الشيعية المساندة لها. تارة الثوار يتقدمون وأخرى يكونون في حالة الدفاع. قوات النظام الآن تحاول التقدم باتجاه نقاط حرس متقدمة للثوار في محور وادي باصور. إلى حد هذه اللحظة قوات النظام لم تتمكن من التقدم باتجاه أي نقطة تابعة للثوار. طبعا حصيلة المناطق المحررة في هذه المعركة هي قرية نحشبة ورشة والمزغلي والحاكورة وتل الملك وقرية وتلت وقلعة شلف وأيضا بلدة كنسبة وقرية الحمرات وقرية أرض الوطى وعدة مناطق أخرى يعني في جبل الأكراد. يعني أنتم تشاهدون الآن على 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 الشاشة مباشرة صورا للقرية التي تبدو في من خلف هذه قرية عين القنطرة التي تمكن الثوار من بسط سيطرتهم عليها بشكل كامل، ومن فوقها تبدو جبل شلف، هذا الجبل الاستراتيجي الذي يشرف على مناطق واسعة من ريف اللاذقية. من هذا الجبل كانت تستهدف مدفعية النظام منازل المدنيين في قرى وبلدات ريف جسر الشغور، أيضا كانت تستهدف خيم المدنيين النازحين على الحدود السورية التركية. بعد أن تمكن الثوار من بسط سيطرتهم على هذه المناطق، قوات النظام استأنفت قصفها المدفعي والصاروخي بشكل مباشر على جميع هذه المحاور. عشرات الغارات الجوية من الطيران الحربي منذ الصباح الباكر إلى حد هذه اللحظة، الطيران الحربي لم يفارق سماء جبل الأكراد، شأن العشرات من الغارات على بلدة كنسبة وعلى قرية شير قبوع وعلى قرية الحمرات وعلى قرية أرض الوطى وعلى قرية وقلعة شلف. ماذا عن طيران العدوان الروسي محمد؟ هل لا يزال غائبا عن سماء جبل الأكراد؟ نعم راضية، يعني لوحظ في هذه المعركة يعني غياب شبه تام لطيران العدوان الروسي. يبدو أنه أن يعني العدوان الروسي يعني نفذ عدد من الغارات، عدد ضئيل من الغارات على محاور كبانة فقط. العدوان الروسي لم يشن أي غارة على محاور الاشتباك ضمن إطار معركة اليرموك ومعركة تحرير بلدة كنسبة. شكرا جزيلا لك محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من ريف اللاذقية. إلى حلب، حيث استشهد 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرون في قصف جوي روسي على مدينة حريتان بالريف الشمالي، وأصيب عدد من المدنيين بجراح في غارات جوية استهدفت مدينتي الأتارب ودار تعزة وبلدة إبين في الريف الغربي. إلى ذلك استهدفت مروحية النظام بالبراميل المتفجرة أحياء الحيدرية ومساكن هنانو والهلك دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، فيما شهدت جبهات سيف الدولة وبني زيد اشتباكات عنيفة تمكن الثوار فيها من تدمير دبابة للنظام وقتل عدد من عناصره على جبهة الخالدية، إضافة لتدمير مدفع داخل كلية المدفعية بمنطقة الراموسة بواسطة صاروخ موجه. من ريف حلب معنا مراسلنا من هناك خالد أبو المجد. أهلا بك خالد، بداية حدثنا عن تجدد القصف الروسي على حلب وريفها والنتائج التي أسفر عنها حتى الآن. أهلا وسهلا بك راضي المشاهدين. نعم، طائرات عدوان روسي ما تزال تحلق وتقصف جميع أحياء مدينة حلب
وكذلك ريف حلب الغربي والشمالي وريف حلب الجنوبي. الطائرات الحربية الروسية لم تتوقف عن قصف بلدة تحريتان وعنيدان وكفر حمراء بوابل من الصواريخ العنقودية وقنابل الفوسفور. فيوم البارحة كان عدد غارات كبيرة تم استهداف بلدة حيان، أدت لاحتراق عدد كبير من المنازل وتهدم منازل أخرى، ويعني لم تكن أعداد الشهداء كبيرة بسبب أن معظم المدنيين مدينة تحريتان وعنيدان نزحوا تحت وطأة القنابل الفوسفوري التي تلقيها الطائرات الحربية الروسية. أيضا هناك عدد من الشهداء في مدينة الأتارك في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في مدينة في بلدة أورم الكبرى. والقصف طال أيضا كفرناها، ما عدا المناطق التي تعرضت للقصف العنيف في ريف حلب الجنوبي وتحديدا محيط خان طومان وطريق الأوتوستراد الدولي حلب دمشق. هذه المنطقة تتعرض بشكل دوري لقصف عنيف من قبل الطائرات الحربية والمروحية. اما على الصعيد العسكري راضيه، فكان المشهد يعني الاسخن هو في منطقه الملاح في حلب، حيث استعاد الثوار جميع النقاط التي خسروها في منطقه الملاح، وتدور اشتباكات عنيفه في محيط منطقه الاسامات بعد ان خسرتها قوات النظام والميليشيات المسانده لها. خسرت منطقه الاسامات عاودت والكره وسيطرت على بعض النقاط بقرب من منطقه الاسامات وهي معروفه بمنطقه الساتر. الان تدور اشتباكات عنيفه في منطقه الاسامات، حتى الان يعني ليست لدينا معلومات دقيقه نحن او حتى المقاتلين في المنطقه لمن هي الاسامات بسبب شراسه المعارك في المنطقه واستماته قوات النظام للسيطره عليها للوصول الى طريق الكاستيلو من خلال منطقه الاسامات والملاح. الثوار تماما يعلمون ما هي خطوره ان تصل قوات النظام الى جميع مزارع الملاح، وتكون بذلك قوات النظام قد حاصرت اكثر من 300 الف مدني في داخل مدينه حلب. مراسل اورينت نيوز من ريف حلب خالد ابو المجد، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، افادت مصادر ميدانيه في ريف حلب الشرقي بسيطره قوات سوريا الديمقراطيه على اجزاء واسعه من حاره الحزاونه على المدخل الغربي من مدينه منبج، وتتواصل الاشتباكات بين تنظيم الدوله وقوات سوريا الديمقراطيه في محيط المطاحن وعلى الجهتين الجنوبيه والشماليه. من جهتها، أفادت مصادر إعلامية للتنظيم بتفجير سيارة مفخخة في تجمع للوحدات الكردية جنوبي منبج وأخرى في قرية خريجة إلى الشمال الغربي. إلى ذلك أفاد موقع منبج مباشر عن غارة جوية لطائرات التحالف استهدفت دوار اللمبة داخل منبج وتسببت بوقوع 9 شهداء معظمهم أطفال ونساء. معنا محمد الخطيب، عضو المكتب الإعلامي لمجلس أمناء الثورة من الحدود السورية التركية. أهلا بك محمد الخطيب، آخر الأنباء الواردة من منبج تفيد بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء من حارة الحزاونة جنوب المدينة، ماذا في التفاصيل الواردة من هناك؟ نعم، شكرا لكم. من الجهة الجنوبية المعارك في قرية الأسدية ومحيط الصوامع ودوارها بالقرب من حيي الحزاونة والحواتمة وليس بداخلها حتى اللحظة. من الغرب المعارك تدور محاها في محيط دوار الشرعية والمدرسة الشرعية ودوار الكتاب من الجهة الشمالية. المعارك تدور في قرية الضعيفة وقرب المقبرة الشمالية شرقا، لا تزال المعارك في قريتي الخطاف وعين النخيل وتل يصدي. حتى اللحظة لا يمكننا القول أن القوات استطاعت الدخول إلى أحياء مدينة منبج، ولكن هي على تكون المدينة. التحالف الدولي بدأ بقصف مواقع داخل المدينة وهو ما يثير حبيبة المتابعين والخوف على المدنيين كونهم خاسر الأكبر من كل ما يجري، وتم تسجيل عدد كبير من ضحايا المدنيين، وكلما طال أمد المعركة سنشهد خسائر بشرية أكبر. اسمح لي التحدث عن الوضع المدني، يزداد السوء مع كل يوم. البارحة تمكن عدد لا يذكر من الخروج من الحصار من طرف نحو المطاحن، ولا زالت هناك بعض المناطق يسوقها الماء والكهرباء بشكل كامل، الكهرباء بشكل كامل مقطوعه، والخبز نادر الوجود رغم ان الخبز هو اهم ركيزه في الوجبه السوريه كما نعلم. المناطق التي تشهد الاشتباكات نزح اهلها بشكل كامل الى داخل المدينه، ويعترض المدني في هذه الاثناء الى الغام يزرعها التنظيم ويسقط فيها المدنيين الذين سقطوا الاحياء القريبه من الاشتباكات. لا اعلم كيف يسمون المعركه تحرير المدنيين وهم محاصرين 300 الف مدني لاجل 2000 عنصر من تنظيم داعش وعناصر التنظيم مع عوائلهم، لا ينقصهم شيء، ياخذون ما يريدون من المدنيين وهم يعيشون ويموت المدني. رسالتنا للمنظمات الدوليه ان تعمل لادخال ماده الطحين للمدنيين او ان تحاول ان تنسق مع داعش لتجنيب المدني. ونحن نعلم ان هناك اجتماع قبل عدد ايام ضم اشخاص من داعش وقصد التفاهم في الانسحاب،
وفشل الاجتماع، أقصد أن هناك تنسيق بين الطرفين، فلماذا لا يتم تحييد المدني؟ محمد الخطيب، عطفا على سير المعارك في منبج، هل هناك توقعات بقرب اقتحام المدينة بشكل كامل أم إن تنظيم الدولة لا زال متماسكا هناك؟ منبج المطاحن بقي فيه المعركة على أطرافه ما يقارب الأسبوع من أجل بعض القناصين الذين تمركزوا على أطراف المطاحن، وهذا دفع القوات قسد إلى قصف المطاحن بشكل نهائي، وهذا ما يدل ويؤكد أن المعركة ستكون طويلة الأمد. التنظيم مجهز لنفسه منذ البداية، مطلع عام 2014، مجهز لأنفاق طويلة وكبيرة في المدينة. نحن نرى الآن 30 وما زال الاشتباكات على تخوم المدينة، رغم أن 300 قرية تم السيطرة عليها بقوة ضربات الجوية في 7 أيام فقط. هذا يدل أن المعركة ستكون طويلة الأمد ولن ينسحب التنظيم بسهولة، ولا يوجد أي تقدم يذكر إلى داخل مدينة منبج حتى اللحظة. محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك، عضو المكتب الإعلامي لمجلس أمناء الثورة من الحدود السورية التركية. في ريف حمص الشرقي، أعلن تنظيم الدولة سيطرة مقاتليه على 7 حواجز للنظام قرب محمية التليلة إلى الشرق من تدمر. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن السيطرة جاءت عقب تفجير سيارة مفخخة بحاجز للنظام غربي محمية التليلة، عقبتها اشتباكات عنيفة على باقي الحواجز أوقعت في صفوف النظام أكثر من 20 قتيلا. من ريف حمص معنا الناشط الإعلامي سامر الحمصي، أهلا بك سامر. إذن التنظيم يسيطر على 7 حواجز قرب محمية التليلة شرق تدمر، نود أن نعرف أهمية تلك الحواجز وأيضا آخر التطورات في الريف الشرقي لحمص بشكل عام. نعم، حقيقة بالنسبة لمعارك ريف حمص الشرقي تأتي أهميتها من تحول تنظيم الدولي من الدفاع إلى الهجوم، خاصة خلال الأسبوع الفائت حيث تمكن من السيطرة على منطقة التليلي وعدة حواجز في محيطها، بالإضافة إلى منطقة الصوامع وتكبيده قوات النظام لعديد من الخسائر. منطقة التليلي الآن هو يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة تدمر، وعلى ما يبدو أن التقدم باتجاه مدينة تدمر ما يزال مستمر. أيضا يعني التقدم المستمر وتنظيم الدولة للخسائر التي يكبدها لقوات النظام هي دليل واضح على ضعف حامية النظام في هذه المنطقة، خاصة بعد سحب قوات النظام لقوات عديدة وخاصة للميليشيات الأجنبية التي شاركت في السيطرة على مدينة تدمر، سحبت من مناطق ريف حمص الشرقي ليتم إعادتها إلى مناطق ريف حماة الجنوبي أو ريف حلب الجنوبي ومناطق الساحل التي تشهد معارك عنيفة. هناك تفوق ملحوظ خلال الأيام الماضية لتنظيم الدولي، تقدم في منطقة التليلي والسيطرة على 7 حواجز، أيضا تقدم في منطقة الصوامع، واليوم هناك معارك عنيفة واشتباكات في محيط منطقة الصوامع. كذلك الحال استعادة تنظيم الدولي منذ عدة أيام السيطرة على منطقة حويسس ومنطقة تل الصوان، ليعود النظام ويستعيد تل الصوان، والآن تدور معارك واشتباكات في ذات الموقع. على ما يبدو أن التنظيم، وأيضا هناك أنباء تحدثت من قبل ناشطين في ريف حمص الشرقي عن قيام تنظيم الدولي بتجهيزات في محيط مدينة القريتين، على ما يبدو أن هناك معركة قريبة في منطقة أو في مدينة القريتين لاستعادتها. كل هذا هي دلائل واضحة على أن التنظيم يحضر لمعركة تدمر من جديد، والنية هي والوجهة هي مدينة تدمر. الآن هو يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة تدمر، وما يزال التقدم مستمر إن كان من جهة منطقة الصوامع شمال شرق تدمر أو حتى من جهة محمية التليلي شرق تدمر بحوالي 10 كيلومترات. شكرا لك على هذه المعلومات سامر الحمصي، الناشط الإعلامي من ريف حمص. إلى ذلك، قالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن التنظيم دمر 3 دبابات لجيش الأبابيل التابع للجيش الحر في محافظة درعا، بالإضافة لتدميرها عربة BMP ومصفحتين وحاملة دبابات. وأضاف المصدر أن تلك الخسائر جاءت في هجوم استهدف مقرات لجيش الأبابيل في محيط بلدة جاسم بريف درعا الغربي. من جهتها، وصلت فصائل الجبهة الجنوبية معاركها ضد تنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك، وتركزت في محيط بلدة عين ذكر. إلى ذلك، دارت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام على أطراف حي المنشية بدرع البلد، فيما استهدفت مدفعية النظام مدينة الحارة وبلدة كفر ناسج في الريف الشمالي الغربي.
بدأت الدفعات الأولى من السوريين بالوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وذلك بموجب شروط الحكومة التركية التي سمحت للسوريين الراغبين بقضاء إجازة العيد مع أسرهم في سوريا اعتبارا من 25 من رمضان وحتى أول أيام العيد. طبعا هنا المرحلة الأولى من وصول السوريين إلى الأراضي السورية الذين دخلوا من معبر باب الهوى الجانب التركي. نلاحظ هنا الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين وصلوا ضمن إجازة العيد، الحافلات المخصصة للنقل يعني ذهابا إيابا من المعبر التركي إلى المعبر السوري. يصل المسافرين بداية إلى هذه النقطة من معبر باب الهوى، يدخلون إلى حرم المعبر. في الداخل تتم عملية توثيق لأسمائهم أنهم دخلوا إلى الأراضي السورية، ومن ثم يخرجون في حافلات أخرى تصلهم إلى الكراجات الداخلية، ومن ثم ينتقلون إلى حلب أو إدلب أو ريف حما أو ريف اللاذقية، كلا حسب المنطقة التي سيتوجه لها. طبعا من المرجح وصول ما يقارب 6000 شخص خلال هذا اليوم. هذه الفرصة التي أو الإجازة التي منحتها السلطات التركية للسوريين لدخولهم ضمن إجازة عيد الفطر ستستمر إلى أول أيام عيد الفطر السعيد. نحن الآن في معبر باب الهوى الجانب السوري. منذ ساعات الصباح الباكر آلاف السوريين دخلوا من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. بإمكانكم مشاهدة الأعداد الكبيرة الآن التي وصلت من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، قرابة 3000 شخص منذ الساعة 8:30 صباحا إلى الآن دخلوا إلى معبر باب الهوى الحدودي الجانب السوري. من المرجح بحسب المصادر الرسمية في معبر باب الهوى أن تصل الأعداد اليوم إلى 6000 مواطن سوري سيدخلون من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. يبقى معنا أنس الريسي مراسل أورينت نيوز من معبر باب الهوى لمواكبة إجراءات دخول السوريين إلى البلاد. أنس الريسي أهلا بك، حتى هذه اللحظات كيف تصف وتيرة دخول السوريين إلى سوريا عبر معبر باب الهوى؟ هل تجري بسلاسة أم أن هناك صعوبات ربما تعترضهم سواء من الجانب التركي أو السوري؟ نعم راضية، يعني منذ ساعات الصباح الباكر منذ الساعة الثامنة تحديدا الساعة الثامنة صباحا بدأ دخول السوريين إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي. يعني أعداد كبيرة من السوريين دخلت البارحة، وصل الرقم إلى 8000 شخص دخلوا من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية متوجهين إلى كل من حلب وإدلب وأيضا ريف حماة وريف اللاذقية. واليوم كما قلت لك يعني راضية أعداد كبيرة ما زالت تدخل من معبر باب الهوى إلى الأراضي السورية. لو سمحت لي راضية سأستضيف معي عبد الحليم بكور من قسم الهجرة في معبر باب الهوى ليحدثنا أكثر عن ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الحليم، لو تحكي لنا لحد الآن قديش وثقتوا عدد من الناس دخلوا للمعبر من الصبح لهلأ؟ اليوم بلشنا من الساعة 8 الصباح وكانت الأعداد كتير كبيرة. السبب أنه كان في أريحية كتير بالدخول والناس عرفت أنه الإجراءات سهلة وبسيطة وأنه في أمل للعودة على مكان لجوءهم بتركيا. فدخل اليوم حتى الآن 8500 شخص وما زال الأعداد يعني كبيرة وعبتجي. من المحتمل ما نوقف اليوم، من المحتمل نكمل نتابع بالليل تسجيل مسافرين. الحمد لله يعني كانت الأمور كتير سهلة ومبسطة كتير. بالنسبة للبوابة التركية بأي وقت ممكن تتسكر؟ على الأغلب تتسكر الساعة 5، ولكن إذا ظلت الأعداد هيك كبيرة فلما تنام الناس بالشارع بده يطلعوا كلياتهم على سوريا بالليل حتى يستمر الدخول. طيب لو نحكي أكثر عن الخدمات المقدمة، يعني أعداد كبيرة عم تدخل بس الازدحام خفيف شوي. خلينا نحكي أول شيء عن نقطة الناقلات والحافلات، أي كم حافلة خصصتوا لهذا الموضوع؟ عندنا أسطول حافلات أكثر من 20 باص مخصص مع السائقين ومعاونين السائقين، نقل مجاني ينقلهم من الجندرمة إلى صالة الهجرة ومن صالة الهجرة إلى الكراج. الحمد لله يعني ملحقين وزيادة.
طيب لو نحكي أكثر عن الخدمات بالداخل، يعني نحن عم نحكي تقريبا عن 8,000-8,500 ممكن لل 10,000 مسافر يوميا يصلوا من تركيا لسوريا، كم موظف في بقسم الهجرة حتى عم يقدروا يعني يغطوا كل هالعدد الكبير؟ في أكثر من 50 موظف هجرة وجوازات بالتناوب بالليل وبالنهار، مستعدين نفتح المعبر 24 ساعة بالساعة، من مشي أكثر من 1600 مسافر، تسجيل توثيق وتسجيل، ونعطيهم بطاقة المسافر مشان تخولهم العودة إلى تركيا. طيب بالنسبة للناس اللي عم تجي، يعني عم بيصير في خربطة كتير بين الناس، ندخل على الجواز، ندخل على الكمليك، ممكن إذا كنا مسجلين على كمليك، فهذا الموضوع لو نوضحه للناس أكثر إذا سمحت. نحن منسجل بما أنه نحن بمعبر سوري، منسجل على الهوية السورية، أما اللي ما بيملك هوية سورية في عنا عناصر بتساعده أنه بتسجله بطاقة مسافر تسجيل يدوي عن طريق الكمليك التركية اللي بيملكها هو المسافر. عفوا أنا سؤالي الناس اللي بتركيا رح تدخل فقط على الكمليك على الجواز، يعني الناس كتير ضايعة بهذا الموضوع، ندخل على جواز السفر، ندخل على الإقامة، ندخل على الكمليك، ولا كل هدول بيصيروا؟ بالنسبة لإجازة العيد حصرا على الكمليك أو الوصل اللي بيستلموا اللاجئ بدل الكمليك، أما على الجواز فتعود إجراءاته إجراءات جواز، إذا ما معه موافقة ما بيخولوا يرجع، يعني إذا ختم دخول ما بإمكانه يرجع اللي على الجواز حصرا على الكمليك. طيب بالنسبة للصعوبات، لو نحكي عن الصعوبات اللي عم تواجهكم، أبرز الصعوبات اللي عم تصير معكم حاليا؟ الازدحام الشديد، انه بتجينا دفعات مع بعضها، يعني 5 باصات مع بعضها لبين ما يمشوا، يعني انه شوي يكون الامر في ضغط شوي. طيب نحكي بلغة الارقام شوي، يعني تقريبا اذا قلنا بالدقيقة كم مسافر ممكن يمشي من عندكم، كم مسافر بتوثقوا بالدقيقة؟ كل دقيقة 16 مسافر من مشي، يعني بالساعة اكثر من 1600 مسافر، وحسب في المسافرين اللي مسجلين سابقا لدينا ما بيستغرقوا 10 ثواني. نعم. طيب بالنسبة للدخول لتركيا حاليا، في دخول الناس اللي كانت مسجلة من قبل سواء ترانزيت او غير شيء، فيهم يدخلوا هلا على تركيا ولا لا؟ لا، حاليا ضمن فترة العيد حتى يخلص الدخول زيارة العيد ما في دخول، ولكن من 8/7 ان شاء الله راح يفتح المعبر لطريق العودة، راح يفتح معه ترانزيت، لم الشمل، الأطباء، المنظمات، التجار، الكل بده يفتح إن شاء الله 8/7. شكرا لك عبد الحليم بكور من قسم الهجرة بمعبر باب الهوى. نعم راضية، يعني كما أفادنا أحد موظفي قسم الهجرة في معبر باب الهوى عن سير عملية. نشكرك جزيلا أنس السريسي مراسل أورينت نيوز من معبر باب الهوى وضيفك على هذه المشاركة. يعاني أكثر من 300 طفل في ريف حلب من مرض التلاسيميا أو ما يعرف بنقص الكريات الحمراء، ويبدي الأهالي تخوفا على مصير أطفالهم بعد تسجيل حالة وفاة بالمرض بعد تعليق مديرية الصحة الحرة لعمل مركز علاج التلاسيميا الوحيد. يتجمع حسن مع أقربائه وعشرات الأطفال من المصابين بمرض التلاسيميا هنا بانتظار قدوم الممرضة المتطوعة لتبديل الدم الدوري كخطوة أولى نحو العلاج، ولكنه في مركز الأتارب خطوة أخيرة قد لا تتكرر بعد أن علقت مديرية الصحة الحرة عمل المركز منذ عدة شهور. ب1/4/2016 قررنا نعلق العمل في المركز بحكم أنه ما بقى في كلفة، ما بقى في إمكانية لنستمر بالعمل، ولكن يمكن شفتوا انه بعد كل هالشيء انه العالم مستمره بالشغل ولكن بشكل تطوعي، ونحن بهالفتره يعني كثير راسلنا منظمات، كثير راسلنا ناس انه نحسن نامن ولو الادويه اللي هي الخالبه للحديد اللي مريض التلاسيميا يعني بحاجه لها، ولكن لحد الان ما وصلنا اي شيء. أعراض المرض تبدو واضحة على رام ذات العشرة أعوام من شحوب الوجه ونقص الشهية وقلة النوم والقيء، فضلا عن التعب والخمول الدائمين. وصار مع تضخم بالطحال من شي سنتين صرنا للطحال، وهلأ صار يتضخم الكبد، يعني الكريات الحمراء اللي بتموت بتروح على الكبد، فصار يتضخم الكبد معه، فهلأ صار عنده مشكلة تضخم الكبد، فالحديد اللي بيتجمع في جسمه كمان بيؤدي لسواد البشرة في جسمه، ونحن بنعاني هون من نقص ابر الحديد هي الديسفيرال، هيدي مهمه كثير لمرضى التلاسيميا.
المتطوعون في المركز أكدوا أن تعليق عمل مركز أمراض الدم الوحيد في ريف حلب سيهدد حياة مئات الأطفال من مختلف البلدات، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة من أصل 300 مريض كانوا يتلقون العلاج في المركز. إذا كان من غير الممكن إيقاف نزيف الدم في مدينة حلب، فليحافظ المعنيون بالشأن الإنساني على الأقل على دماء من تبقوا من خلال دعم مركز علاج التلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. كريم السعيد، أورينت نيوز، ريف حلب. بمبادرة من جمعية الإحسان والجيش السوري الحر، تحول يوم مخيم الفاروق في ريف اللاذقية من ملل الانتظار والقهر إلى ضجيج أفراح الأطفال من خلال صناعة الطائرات الورقية والتحليق بها في سماء المخيم. لا يكمن بؤس الخيم بمظهرها، بل بذكريات قاطنيها عن قصف طائرات النظام السوري لبيوتهم، خيوط وأوراق وعلم غيرت نظرة نازحي مخيم الفاروق في ريف اللاذقية نحو السماء، بعد أن كانت مصدراً للقذائف باتت فضاءً سحرياً تحلق فيه طائراتهم الورقية. نحن فريق جمعية الإحسان الخيري العاملة في ريف اللاذقية وريف جسر الشغول الغربي، قمنا بتوزيع طائرات ورقية تحمل علم الثورة السورية. مبادرة من جمعية الإحسان بمساعدة الجيش الحر حولت يوم مخيم الفاروق وجعلته مليئاً بالفرح. وعوضاً عن ازدحام المقاتلات الحربية في سماء سوريا، ازدحمت الطائرات الورقية التي أطلقها أطفال المخيم. هدول الطيارات بعتونا ياهن، ما عم طيارات بشار الأسد بيقصفونا برامي بطيرونا، هدول الطيارات بعتونا ياهن لنطيرهم، ما بيهدموا لا بيوت لا شيء، هدول بعتونا ياهن لننبسطيهن. نحن بنحب علم الثورة، هن عليهم علم الثورة نحن بنحبهم، الله يحمي الثوار. فرحنا كتير لما جابونا الطيارات، كلها بالمخيم صاروا يلعبوا الطيارات، هاي الطيارات ما مثل طيارات بشار الأسد اللي عم تضرب علينا هجرتنا من ضيعنا. أطفال المخيم أحبوا طائراتهم ورأوا فيها رمزاً للسلام، تحمل الطائرات الورقية علم الثورة دون أن تقتل أحد أو تهدم بيتاً. وبصور الأمل من اللاذقية نختم جولتنا الميدانية لهذا اليوم لنذكر بأبرز عناوينها. جيش الإسلام يعلن إسقاط طائرة حربية جديدة للنظام في القلمون وأسرى قائدها. ثوار الساحل يسيطرون على بلدة كنسبة في معركة غابت عنها الطائرات الروسية. سوريا الديمقراطية تتابع تقدمها جنوب منبج، وتنظيم الدولة يتمدد في ريف حمص الشرقي. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.